مصر كلمات فيها أسرار وألحان فيها أسرار زادة. هذاك علاش في سهرية لحن فيها الأسرار. أعزائنا مستمعين أهلا وسهلا بكم في السهرة فنية جديدة رائقة على الحياة فهم في برنامجكم اللي تعودتوا عليه فيها الأسرار. وتفوح الأسرار كالعادة ديما مع الكرونيكور نتاعنا سي نور الدين الغماري. أهلا وسهلا بك الباحث في التراث المادي واللامادي. مرحبا سي نور الدين، نورتنا سي نور الدين. أهلا وسهلا بك من جديد كالعادة سي شكري القداح الفنان الملحن. أهلا بك سي شكري. مرحبا ومرحبا بكافة المستمعين والمستمعات والمستمعات على 93. خليكم معنا، حنا سهرية ياسر حلوة اليوم، مش نحكيه على فنان و موسيقي مؤلف وناقد مصري لحن العديد والعديد من الافلام والمسلسلات والاغاني. كي نقولوا هي الليالي ميادة الحناوي، نقولوا رأفت الهجان، نقولوا استحملك، نقولوا ارابيسك. تاريخ كبير تعد علينا في الدراما المصريه وفي الاغاني المصريه لهنا. تقريبا نحكيه على الفنان الكبير والملحن عمار الشريعي. كلمة سي شكري على الفنان عمار الشريعي في البداية، تعريف عمار الشريعي. طبعا هو شخصية موسيقية، معناها أنا يعني نحطها في الشخصية موسيقية القرن، معناها نجم نقوله هذا بصراحة. نجم موسيقى رهيبة وعمل يعني عدة أعمال موسيقية، يعني سوف تكون مرجع لكل باحث ومتخصص في المجال الموسيقي من أغاني ومسلسلات وأفلام. ويعني نشوفه احنا في الألحان متاعه، يعني فما لمسة أخرى، فما طبخة أخرى نتاع موسيقى. هو من مواليد نقدموه، من مواليد 16 أبريل 1948، وتوفي في ديسمبر 7 ديسمبر 2012. من الأول تبناه الموسيقار كمال الطويل، أيوة معناها باش تفهم. ثم تعرف على بليغ حمدي وأصبح معناها من أصدقاء بليغ حمدي، ودرس يعني كيف الناس الكل في المدارس والثانوية. وتقريب بدأ العمل متاعه في سنة 1970، بدأ يعني يحترف في الموسيقى. كان عازف على الأكورديون وتعلم العزف على البيانو، البيانو والأكورديون نفس العائلة. ثم أصبح عازف على آلة العود، وكان يعني متقن لآلة العود. هذا يعني ينجموا الشاهد يعني المستمعين يشوفوا الاثار نتاعو في معناها في اليوتيوب ولا في حاجات. فما برنامج غوص في يعني في النغم، كان يعني كانت تحسها موجوده في الاذاعه المصريه، يعني يحكي باتقان كبير. وهذا تقريب معناها حوصله على يعني الفنان عمار الشريعي. عمار الشريعي سي نور الدين. عمار الشريعي توا احنا اللي تعودنا بيه انه نسمع اغاني خالده لفنانات ومطربات وفنانين كبار، ولكن انك تلقى لحن بتاع مسلسل كيما رأفت الهجان يعيشوا الى حد هذا الزمان، معناه ما تكون كان معناه انسان عبقري وقوي يعني. ولكن تتم الحديث كما حكيت في شكري، اولا هو اذا لا جانب هالاريك الاكورديون والبيانو وكذا، كان عازف كذلك على آلة الأورج. وحتى في حفلة تونس اللي جاء فيها محمد رشدي هو العازف بتاع الأورج بتاع الفرقة. لكن الأهم هو من ذلك بعد مرحلة كمال طويل، وتأتي مرحلة بليغ حمدي. خاصة بليغ حمدي مش يكون عنده مش ياخذ بيدو. علاش نقوله مش ياخذ بيدو؟ أول مش تظهر بصمات عمار الشريعي قبل الانتاج يعني والشهرة كل شيء، مش تظهر البصمة متاعه في اغنية ميادة الحناوي والاغنية الشهيرة كان يا ما كان الحب اللي كان. الحب اللي كان والموزع
وهذا أول مرة يعني، وهي غير عادة غير مألوفة لدى بليغ حمدي، لأنه بليغ حمدي هو الملحن والموزع. أيوة، ما كانتش لا توجد لا 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 لا, لا هنا مش كانت فكرة التوزيع معناها. لا 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 علي، مش فكرة التوزيع، كانوا حتى من أيام محمد عبد الوهاب كانوا تجيبوا الموزعين من اليونان ومن ألمانيا ومن إيطاليا. لكن هنا هي فيش الفضل في بليغ حمدي يعني، لأنه بليغ حمدي ألحانه كلها يوزعها هو. نظريته هو ايه يوزع، هو ما يفهم حد خاطر هو يوزع فكرة. اول مره بليغ حمدي يعطي عمل بتاعه الى موزع واحد اخر، وهي كانت ما في اغنيه كان يا مكان اللي هي من توزيع عمار الشريعي. نتصور فيها خلفيه من طبعا حمدي. ليه فيها خلفيه هي خاطر شوف اولا سبق اعلامي لا معروف، مش حكيت سبق اعلامي مش الكل يعرفوه معروف، معناتها فهمتني انه بليغ حمدي معناتها الى الجانب الانساني، معناتها تعرف انت عمار الشريعي انسان كفيف يعني ما تعرف وديما معناتها مش عندنا، كان عندنا السيد المكاوي كان ديما عنده معامله خاصه، راهو كان تشوف في بعض التجليات والبروفات معناتها كيفاش ورده تتعامل مع السيد مكاوي، يتعامل معاه وكانه طفل صغير. معناتها ماهوش هذايا مثلا نقولوا الصنباطي او محمد عبد الوهاب او باش يتعاملوا معاه، لا الفنانين اللي نحنوا لهم هذوما الناس معناتها كيما مثلا شخص كفيف تغزل لهم يطغى عليهم الجانب الانساني في التعاملات. وبلي حمدي ذهب الى اخذ باليد يعني ما شنو يقول لك هو مع عمار الشريعي ما زغي وكذا دونك، وعمل اللي ما يقبله حد معناته بلي حمدي اللي معروف ما يوزع حد بزا كان هو اعماله ما يعطي حد، ياخذ الجراه ويعطي لعمار الشريعي يوزع له عمل. ثم الحاجه الاولى خذاها الثقه في نفسه، يعطينا لماذا علاش شنو هو تقول الجانب نشوف شوف هو في كما كان يحكي خونا نرضي انه الفم جانب الانساني والجانب الفني، لانه امن ما نتصورش انه الجانب الانساني يتغى على الفني، خاطر بليغ ما نتصورش انه مش لا 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 شوف شاطي عمل على خاطر جانب انساني، نتصور هو كان معناها امن يعني بيان سور يعني فهمت حاجه راه شوف المسيره اللي عداها عمار الشريعي وهو عازف في الفرق الموسيقيه، اولا شبع بالحان الموسيقيين الكل. ايه هذا اللي قلته يعني سمع موسيقات عبد الوهاب سمع بالي معناها عطاها هنجة دار. خاطر انا نحسك تقول امور كيفاش عاطفيا نحسك كاين استنقاص من قيمته. لا 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 شوف 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 لا شوف ما تنساش انا قلت لك راهو معناتها بالي حمدي يا اخي فما موزعين ممتازين كان ينجم يعطيهم، لا فما احتكار هذاك راهو شوف فما انه ملحن مثلا عبد الوهاب كان معروف معناتها ما لا يحسن التوزيع فيعيط لليونانيين والالمان والاثنين يوزعوا له فهمت، ولا حكايه التوزيع ما تنساهاش راهي التوزيع اللي انطلق خاصه يعني غذا شهره وبانت اهميه التوزيع في سنوات السبعين. سنوات السبعين مش اصبح الموزع عنده قيمه وقدر قبيله برشا معاش لا يكفي باللحن، ولا قلنا المدرسه هذيك مدرسه التوزيع مش تاسس باش فيها ضوابط. هي بصراحة رأفة الهجان أستاذ شكري حاجة معناها حتى عن عزف في الكونتر بوان اللي فيها والتوزيع المنتالي صعيب ياسر كده رأفة الهجان سبحان الله كان أسمعها كل يوم ونقلقش منها طبعا هو تنفيذها صعيب ياسر معناها لا أنا أشوف قول عمار الشريعة عمل نقلة شو عمل عمار الشريعة عمل توليفة تقريبا عجز جميع المنحلين عليها أو علاش احنا نعرفوا في المسيره في الموسيقى العربيه انه من كان رواد تغريب الموسيقى اللي هو محمد عبد الوهاب وتاثر جدا بالموسيقى الغربيه وحتى فهمتني الحبيب المجهول وتاريخ التوزيع وادخال الاله الغربيه صح فهمتني. ثم عندنا القمه الاخرى اللي هي رياض السنباطي الذي تحصل على جائزه قلنا من اليونسكو يعتبر المحافظ على الموسيقى العربيه. ثم معنا شيف بليغ اللي هي تجربه اخرى اللي هي خدمة شعبية وفيها نوع من الغربي توليفة أخرى. يعني عمار الشريعي جمع يعني جميع يعني هو الخاتمة نقوله احنا لبحوث جميع المنحلين في العالم العربي. يعطيك الصح هو هذا هو هذاك علاش انا خنكمل الفكرة شكري علاش نقول انا عمار الشريعي اعماله بقات ومش تتنحى لانه هي الخلاصة من بداية القرن معناتها من تجارب السيد درويش قرن كامل من البحوث يعني على فترات معدة وكل ملحن وتجربته كذا عمار الشريعي هو الخلاصة لخصنا قرن كامل وهذيك هي القوة
خاطر عمار الشريعي ما عندناش منه برشا، واحد وحيد وحيد يعني تقريبا بعد فتره بلي حمدي انتصب عمار الشريعي قائما على الموسيقى العربيه. انت تحكي سنوردين على الموسيقى التصويريه ولا جينيرال؟ لا الموسيقى العامه. شوف علي الموسيقى العامه، شوف لانه البدايه مثلا علاش نقولوا مثلا عبد محمد عبد الوهاب له الفضل على الموسيقى العربيه كمجدد. لانه معاه هو دخلت الموسيقى هو قبل هو سبق السيد درويش، هو سبق السيد درويش ثم جاء محمد عبد الوهاب عمل ديره رفي رفي المو في الموسيقى العربيه ودخل حلايا الات وقال ولا فما تسابق بين الملحنين مقدمات الموسيقيه جا بليغ بعد زاد طور دونك الخلاصه كلها جات عند عمار الشريعي. عند عمار الشريعي وذاك علاش الموسيقى نتاعو كتسمعها فيها النفس الغربي اللي نتاع محمد عبد الوهاب وكل روح التجديدية، ساعات تسمع جمل فيها روح بلي حمدي. أيه. فهمتني؟ وقلت هو معناها واكب تقريبا لكن شخ ابار المواكبه مش مواكب معناها كشخصيا معناها الافكار هذيك الكل واكبها في راسه احسن مواكبها في راسه الفكر الفكر يعني أيه. الفكر مشكلة اللي احنا مشكلة أيه. ولكن عمل عمل انا باش نعاقب على كلام اخونا نور الدين ولو هو الكلام اللي قاله راهو تقريبا ما عادش نجم نقول واحد شيء خاطر اللي قاله توا اخونا نور الدين انه عمار الشريعي هو قفل يعني العنقود نتاع الاباطره الفن والموسيقى في العالم العربي. خلينا نشوفوا باش قفل نشوفوا رأفة الهجان ك ستايل من يلا نشوفوا رأفة نشوفوا نرجعوا للحوار نسمعوا رأفة الهجان. كلمات فيها أسرار وألحان فيها أسرار زادة، هذاك علاش في سهرية لحد فيها الأسرار. رأفة الهجان معناها كي تسمعها تتفكر تاريخ الطفولة الكل، تتفكر رمضان وتتفكر الموسيقى اللمة في الدار واللمة إليها. الموسيقى نتاع رأفة الهجان في اعتقادي أنا أبار المحتوى نتاع المسلسل هو استدعاء للجلوس أمام جهاز التلفزة والانتباه إلى أحداث المسلسل. معناها يعني هو بصراحة عمل متكامل بصراحة. موسيقى ومحمود عبد العزيز في الدورة ذاك الساعة. وموسيقى وموسيقى رهيبة وموسيقى عجيبة وموسيقى يعزف فيها حتى الغرب إلى الآن. أنا سمعت سيكونس يعزف فيها كمانجا وفيرونسيل يعزفوا فيها. أي صحيح. شيء عجيب كما كنا نحكيه. شوف راهو عمار الشريعي كما تفضل خونا نور الدين وحكى انه هو رافق عده مطربين وعزف وكان صبور معناها رغم الابتلاء والعاهه اللي معناها تولد بها انه كفيف. هو من جمله نفتح قوس لهنا فما صحفي يسال فيه قال له لو فرضنا استاذ عمار الشريعي وكان معناها يقترح عليك عمليه باش ترى معناها يرجع لك النظر. قال له انا لا. قال له علاش باش يحب يرجع لي النظر؟ شوف اجابه طريف هو. قال له انا تولدت يعني في النور. قال له انا تولدت معناها في عالم الاحساس هذاك ما في عالم انا في عالم في عالم نور النور راه فما العالم نتاعي. قال له انا قال له نحكي بالحق الا كان يمشي يعملوا نحب معناها باش شكون يقترح عليا باش نعمل عمليه نخاف لأنا نتبدل نخرج من النور اللي كنت فيه. اي قال خاف لأنا نتبدل وقرر معناها احكي بجد انه ممكن تصير لي يعني انعكاس ينجم يكون على حياتي وتتبدل حتى افكاري في الالحان. القوس هذا علاش فتحته؟ لانه عمار الشريعي موسيقى اخرى ولغه درجات موسيقيه اخرى وكما قال خونا نور الدين معناها فيلسوف موسيقي يمتاز بالحاجتين الفلسفة الموسيقية اللحنية. تنجم تكون فلسفة موسيقية معناها مستقيمة متاع واحد وواحد اثنين فهمت كيفاش كما نسمعوا السيمفونية ولا نسمعوا مثلا الرحابنة. عمار الشريعي الجملة الجميلة فما امتداد لبليغ حمدي تسمع الجملة الترابية ولكن في نفس الوقت تسمع لكن يعني ما أخرى تسمع الجملة الترابية متاع بليغ وعبد الوهاب وزكريا ولكن تسمع معاها لمسة أجنبية توزيع غربي يخليك يهزك يخرجك ما تقولش هذا مثلا تقليد وإلا
نفس البصمه نتاع بليغ ولا غير هو مو توجه يعني كل واحد الفيزيون هذيك اللي عملها هي اللي خليت حاجه اسمها عمار الشيري هكا ولا يعني هو يمكن هو زاد كان يظن انه بجيناري يقولوا قلد بليغ والا تاثر بعبد الوهاب زاد لمسه من عنده لا لا يعني ما نشوف شوف هنا عمليه الرد على السؤال معناتها على اصاله والمعاصره في الموسيقى العربيه شنو هو كان المشكل؟ المشكل عند عبد الوهاب ريتو اللي اثر حتى مشكل السرقه 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 الموسيقيه. عمليه الاقتباس يعني كل حد كيف يسميها وقال هذا ويلزم قداش المشكله. قلت المشكله في التناسق. وفرق لما من المشكله السرقه مش سرقه السلهمه او سرقه المشكله مش غادي. قلت المشكله وين؟ المشكله في تركيب الغربي على الشرقي. قلت الالحان قبل كيفاش يتعرض لها عبد الوهاب؟ فهمتني؟ مقطع غربي ودخلوا بعد في الشرقي تحس على الاذن وكان المقاطع الموسيقيه مفصوله ما فماش الترابط وسلاسه اللحن الموسيقي علاش نقولوا عمار الشريعي ابدع عندما تسمع القطعه الموسيقيه مترابطه لا يمكن فصلها لا وهذا هو الاضافه الصحيحه لان موسيقى عبد الوهاب رغم اللي هي ممتازه في الحبيب المجهول عاشق الروح اسم اللي معناتها حس اسمع حبي عشت الحريه رغم الاستلهام من الغرب والمغرب لكن القصه ديما موجوده عمليه لحظه عليك كمل كلمه الانتقال من الغربي الى الشرقي يقلق شويه الاذن وتحس الموسيقى مفصوله وكانها جزء من هنا مع عمار الشريعي مش يقع انسياب تام وتداخل في الموسيقى كقطعه واحده وهذا هو المهم هذا هو شخصيه عمار الشريعي شخصية عمار الشريعي هي في اللحن المترابط لأنه هو في مسيرته الفنية كان رصين جدا سي شكري بعد إذنك فما سؤال مهم في النقاش هذا نحب نسأل سي نور الدين سي نور الدين الحالة الاجتماعية لعمار الشريعي وإحنا حكينا قبل برشا فنانين اللي الحالة الاجتماعية كي تبدأ متوفرة الأمور المالية والراحة النفسية ينجم يبدع الفنان هو سؤال موجه لسيادتكم الزوز لانه تقريبا عمار الشريعي من عائله معناها الوالد كان كادر في وقت الملك فاروق ومن عائله البشوات وكذا وشكون زاد سي شكري زاد معنا شكون اللي نجم يشري اورج في الوقت هذاك لولده بصراحه معناها باش نكونوا زاد الظروف الاجتماعيه نتصور لهنا تعاون ياسر الفنان في بدايته ولا الذكاء لا هو مربوط لا بالفقر لا بالغنى انا اعطيك ضد كونتر اكزامبل فهمت السؤال سي نور الدين انا فهمت شوف فهمت مش على الفكر نحكي ليه سامحني نكمل لك باش تفهمني مليح يا سي شكري هل اثر البيئه اللي يقصد عليه جينيرالمون البيئه يعني متيسن يعني نوعا ما فما ما فماش معناها فقر عاونت في شخصيه بناء شخصيه انت اكزامبل سي شكري سي شكري انت كي تعلمت الناي عند سي محمد المكر الله يرحمه نعم كي علمك هو قال لك النفخه وذي الصول والدو والري انت عندك ناي وقتها هكا ولا عاونك ياسر اللي انت عندك ناي فما فرق بين انسان مغروم بالحاجه هذيك ويقول له كذا ولكن مازال ما عندوش الاله في دي فهمتني ولا فهمتنيش معناها الظروف الاجتماعيه تعاون هو مثلا انسان مغروم شري له بو بيانو معناه الافكار اللي في راسه في مخه يطبقهم قدام هذا اللي نقصد فيه سي نور الدين فهمتني فاهمك انا ماشي معاك نعطيك امثله اكثر من هكا مجد الحسين لم يبدع كملحن هاني مهن لم يبدع كملحن لا شو علاش خليني قلت لك السؤال مطروح مش ما حكيت لي مربوطه بالفقر مربوطه بفكر الانسان عمار الشريعي قلنا علاش يحمل فكر فلسفي حط 100 سنه نتاع موسيقى عربيه وحللها وفهمها وعرف شنو هي المشكله اللي عرضت اللي سبقوه في التالي اعطانا نتيجه عالمي هذا هو المطلوب ماهيش ظروف اجتماعيه مطلوب انسان عنده اليات تفكير وتحليل لما سبقه فجات النتيجه انا نعطيك مثال بليغ حمدي في تركيبته الموسيقى
الغربية على الموسيقى الشرقي عنده نفس الإشكالية اللي تعرض لهم عبلوها من هما القصات. تجي تلقى الموسيقى تلقى في نسق غربي كيجي مش ينطلق للشرقي. السلاسة ماهيش موجودة. شكون هذا؟ الكل حتى عند بلي حمدي صحيح أخف شوية من عبد الوهاب. عب بلي حمدي مثلا قرب شوية. عبد الوهاب كان ريبتير توتار الغربي وحده كذا جاء بليغ عمل المحاولات حل شوية إشكاليات. وقت اللي جاء عمار الشريعي زاد قدم إيطاب أخرى. وذاك علاش تظهر لنا موسيقته. إيش معناها سي نور الدين؟ إيش معناها المرور في ألحان عبد الوهاب مثلا؟ لو انت قلت ركز ياسر على الغربي. انا اين الغربي في الحان عبد الوهاب؟ وين الغربي؟ بعطيك مثال مثلا برشا اخر مثلا يا مسافر وحدك كيفاش تبدا؟ غربي طبعا غربي غربي ولا محليله برشا غربي غربي هذه موسيقى غربيه المجهول حبيب الروح والحبيب المجهول يعني كليوباترا كليوباترا نقول لك كليوباترا كليوباترا هو مش نحكيو انفلونس كبيره مش نحكيو على كل غناء حابين نفهموا على الفكر الفلسفي للملحن يا علي الفكر معناتها الملحن ماذا يريد هو عمليه قلت لك ديما طرحناها في قضيه الاصاله والمعاصر على السمباتي قلنا ما حبش يغرب السمباتي السمباتي كان اعطيني مثال كيما هكا نفهمك تو قريت السمباتي السمباتي ماهوش مغرب فهمتك علاش السمباتي ما حبش يغرب لانه التوليفه ما لقاهاش عمليه الانتقال كيفاش الفيزيون هذيك بين الغربي والشرقي صحيتك الفيزيون هذيك من بعدك اللي مش يخلي الغربي ويمسك بالشرقي فهمت هذيك هي تسأل المطروح علاش نقولوا احنا نقولوا مثلا عبد الوهاب قام بدور معين في الموسيقى العربيه فهمتني جاي بعده بلي حمدي زاد قام خاطر السؤال ديما الاصاله والمعاصره وكل حد كيفاش مش يوري عمار الشريعي كان يعني هو اخر العنقود في هذه المرحلة واللي كيف نركب الموسيقى الغربية على الموسيقى الشرقية بطريقة متناسقة عليه باش ما غير تفضل 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 خذ راحتك في مجال العمارة نفس الإشكالية ما تروح في مجال الهندسة يعني في الهندسة المعمارية كيف نركب العمارة الإسلامية التقليدية على العمارة الغربية ما تروح حتى في عصرنا توا صحيح ورانا في طريق الفاجأة ساعات تغزر بروجيات معناتها مشاريع معمارية تحسها خايبة برشا لأنها ربما هي محاولات في انتظار ربما سيأتي هذا العبقري المهندس المعماري الذي سيفك هذه الشفرة كيف نخلط الموسيقى مثلا العمارة الإسلامية مع العمارة الغربية بتناسق الشتنا وين هي في التناسق والانسياب والسلاسة سي شكري يا هو لهنا راهو تفضل تفضل انا خاطر عندي كلمه لهنا لهنا هل الموسيقى ذيك غربيه هي بالاساس معناها نجم نقولوا عليها موسيقى غربيه هي شوف والا فكره السلم الموسيقي فوالا باش نفهم السلم الموسيقي العربي هو مغاير تمام للسلم الموسيقي اكيد هذه اكيد احنا عندنا ربع الطون يعني نقولوا دومي بيمول ولا دومي دياز دومي الربع هذا هو اوبستاكل كما كنت تحكي توا اخونا مربين في المعمار في العمارة العربية ودمجها بالعمارة الإسلامية الغربية احنا السلم الموسيقي هو سلم باش ما ندخلوش برشا في جزئيات خاطر ممكن السادة المستمعين ما باش ما نشولوش لهمش افكارهم وقد يكون معناها باش يقعدوا يلوجوا في حاجات معناها خاصية ومخصصة برشا دونك السلم الموسيقي العربي شيء والسلم الموسيقي الغربي شيء آخر يتقابلوا في حاجات السلم الموسيقي العربي يتقابل مثلا في مقام النهوند في مقام العجم مقام الجهركة يتقابل في المقام الكبير والمقام الصغير متاع الغرب والمحاولات ما سميهمش محاولات ولكن يعني واثق في نفسه عبد الوهاب وقت اللي عمل حاجات يعني في جمل موسيقية معينة دونك اش حابين نقوله أنه الحضارة الغربية هي ترسمت الموسيقى الغربية ترسمت في الموسيقى العربية بحذر شديد إيش معناه؟ عبارة على واحد فما نعطيكم الصورة عليه وحتى السادة المستمعين يفهموني عبارة على واحد فما بلاصة فيها برشا ماء ويعمل في حجرات
ويتعدى من الحجره ذيك الحجره ذيك باش ما يختصش في الماء. دونك الموسيقى الغربيه وقت اللي عملوا الملحنين نتاعنا ومشكورين بالمحاولات الكبيره عملوها بحذر شديد حتى باش ما يصيرش تصادم بين الموسيقى الغربيه والموسيقى العربيه. لذلك انا الشاطر الراي خونا نور الدين الغماري انه تسمع ساعات مقدمات موسيقيه تحسها غربيه وفجاه ما غير باراشوت اصلا وفجاه يقع اسقاط الجمله الشرقيه الجمله العربيه. هنا استاذ شكري نعطيك مثال. بليغ حمدي وقت اللي دخل اله الساكسفون في الموسيقى ايش عمل؟ في بالك ايش عمل ولا؟ بطبيعه الحال خضعت لا ذهبوا الى الصناعيين الموسيقيه مشاو لباريس ومشاو للناس الاندستريال اللي تصنع في الالات هذه وقالوا له يا سي معناتها الشركه المصنع اللي يصنع في الساكسفون هل يمكن انك تسمح لنا باش تغير لنا هالربع طول؟ نعم ووقع ادخال الات معناتها في الصناعه في الاندستري تاع الساكسفون دونك كانت العمليه ولا هو الفضل في ذلك؟ طب لا نقول احنا شو مش كنت تفضل إيه احنا نشكر كل ملحن وكل انسان يعمل بحث لكن شوف البحث وين وصل وصل البحث انه يغير من الاله وهذا هو معناتها الساكسفون اللي راهو فيه احنا تاع السرور هذاك وقع مشرق احنا نقولوا شرقوا اندستريال صناعيا كي دخلوا عبد الوهاب مشرق ملول بكل ملول شوف ملول هما عملوا عمليه جس نبض خدم لاكورديون مش مشرق خدم نوتات معينه نوتات نتاع الموسيقى كيما هو جاء اصليين ثم بعد دخلوه لدين الاسلام انا نقول انا ندخلوه لدين الاسلام لانه عملوا له الرباع طون فهمتني ولا ولا لاكورديون يعزف لك البياتي ويعزف لك الرست فهمتني ولا ولكن انا ولكن انا شوف التخت العربي هو راه موضوع كبير الفرق بين الموسيقى العربية والموسيقى لا الغربية لا مش نعملوا في الفرق نحن نو نو حبيت نقول انه باش ندخلوا هذه يعني معناها تقريب قرن ونصف وناس قاعدة تحاول وكذا شوف الجملة الشرقية شرقية معناها ايدونتيتي شرقية ما فيها شيء والجملة الغربية جملة غربية ولكن إلى احنا نجموا نراوحوا بين الغربي شويه بركه زينه ونخدموا بها الموسيقى الشرقيه ولكن ما نجموش نعملوا سمفونيه. شنو رايك تو كي نروحوا نسمعوا هي الليالي كذا هي الليالي طبعا طبع الليالي كذا بصوت الراقيه والفنانه الكبيره مياده الحناوي نسمع يلا نسمعوا هي الليالي كذا كلمات فيها أسرار وألحان فيها أسرار زادة هذاك علاش في سهرية لحن فيها الأسرار أغنية ممتازة سي شكر هي ليالي كده وبرشا الناس ما يعرفوش اللي هي من ألحان عمار الشريعي برشا الناس يظنوا اللي هي من ألحان بليغ حمدي هو شوف عمار الشريعي تحسه حتى وقت اللي كان حي الله يرحمه ديما كان متخفي أي ما يحبش ما يحبش برشا ظهور ولكن الغريب في الامر وقت اللي تسمعه وتسمعه يتحدث وتكتشف معناه من خلال حديثه ليلك الافكار نتاعو وتكتشف العالم بالحق يدخلك للعالم يردك تغزر انت ترى تبصر في عالم الكفيف شيء غريب وذاك علاش كان سبحانه ربي معناه الانسان الكفيف بالذات في الموسيقى يعني عنده كيما توا السيد مكاوي كما حكينا عليه معني عنده معني ولكن الخاصيه نتاع عمار الشريعي الخاصيه نتاع عمار الشريعي راهو الجمله الموسيقيه شوف بيتهوفن هو لحن في اخر عمره لحن هو اصيب بالصمام التام تقريبا خاطر توا برشا ناس يقولوا بيتهوفن تولد ما يسمعش ليه 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 في 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 تقريبا في 27 سنة من عمره بدا المرض كيفاش يلحن بيتهوفن هو الجملة يسمعها في مخه لأنه هو تعامل مع السلم الموسيقي والهنا أصعب أما كان جاي من الأول تولد ما يسمعش يستحيل كان ينجم يعمل موسيقى بالطبع أكيد واضح ولا لأنه سامع على امتداد 27 عنده فكرة أيوه لهنا عمار الشريعي
عمار الشريعي الجمله الموسيقيه وبناء شوف نور الدين وبناء اللحن بناء اللحن تحسوا معناها دارسوا في مخه. اي راهو احنا وقت اللي نسمع واحد يعزف تقريب كي يجيو نحلوا خاطر هو من اكبر المحلين ساعة مش ممكن مش ممكن انه عمار الشريعي من اكبر النقاد نتاع العصر هذا معروف. من اكبر النقاد نتاع العصر هذا معناها عنده نقد علمي وفني ودقيق الى ابعد الحدود هو باش يخطئ اخطاء هذا يستحيل. وكما حكى بكري اخونا نور الدين هو يعني موسيقيين العصر هذايا اللي عاش فيه القرن هذايا الكل تفحصهم واحد واحد ورجعهم واحد واحد وحللهم واحد واحد بصراحة انا حسيت في اغلب اعماله الموسيقى يعملها في مخه ثم يمشي وبعد يطبق. شوف سي شكري رأفة الهجان اعجاز بصراحة معناه انا سامحني كيفاش تنوتت كيفاش هو معناه لحنها راهو خاطر فيها افكار متداخلة مع بعضها ومتوزيعة معناها عجيب وغريب بصراحة. الجملة اللحنية الجملة الاصلية هذيك والتالي الكمانجات معناها دوزيام ليني تروزيام ليني والكمانجات كيفاش قاسمهم ناس الفوق وناس اللوطة وناس كل واحد فاش يعمل هو كان جات الحصة يعني تعطينا اكثر ولا تسمعوا انتوما في برنامج عمار الشريعي جاب الفرقة الموسيقية اي في بالي وقدم وقدم قال كيفاش لحنت وقدم وكيفاش لحنت وحوار وعمل كيفاش عملوا بارتي الاولى كيفاش عملوا بارتي ثانيه هو لهنا كلامك سي نور الدين على الموسيقى الغربيه بالحق التوزيع اللي عمله عمار الشريعي في رأفة الهجان هو توزيع غربي بحت ولكن الجمله الموسيقيه هي جمله شرقيه جمله العود تينا نادينا شوف انا متابع جدا للاوركسترا السيمفوني النمساوي يعني لا هو من اشهر الاوركسترات معناتها من اللي هابسبورغ لفامي هابسبورغ هذه عائله خدها خدمه حكم فما اوركسترا سيمفوني دي فيينا حكم 500 سنه في اوروبا اللي هابسبورغ معروفين في هابسبورغ اللي هابسبورغ وهم مقرهم النمسا فهمتني الامبراطوريه النمساويه من قبل وعندهم يعني من ارقى الاوركسترا السيمفوني لا تقول لي لا فرنسي ولا انجليزي ولا شيء الموسيقى النمساويه نمسا فانا انتبهت الى حاجه وهو نحو معناتها غزرتهم للموسيقى العربيه سيلكتيف يعني بطريقه رهيبه انا سمعت ليالي الانس في فيينا بعزف الاوركسترا السيمفوني النمساوي اي صحيح صحيح لا تقول ما هذا معناتها تقول يمكن فريد كان جا حي يقول لهم يعطيكم الصحه معناتها طبعا فهموا علاش فهموا فلسفه فريد اللي نحن عليه نقول لك راهم هذوما حاسين الاوركسترا السيمفوني الغربي راهم هذوما ناس الى جانب الاكاديمي والتعليم راهم ناس عندهم شيء فلسفي معناتها راهي قامات كبيره في الموسيقى ومعناتها كي يختار لك قطعه من الموسيقى العربيه يعرف شنو يختار يعرف والاقرب زاد الموسيقى اقرب ليلو واخا عجبته علاش خاطر هو كي اختارها ليلى الانس في فيينا هو بيدو شيخ عليها فيها فالز وفيها هو ديجا حتى طرف الشرق نحاوة رأف لا خليه حتى الشرقي خليه لكن لا خليه يعني في حتى الشرقي عزفوه صحيح ما هوش كما العزف بالطبع لكن عجبتهم التوليفة التركيبة كما في رأفة في رأف الهجان لقاوها سلسة لانه حتى الشرقي في رأفة الهجان مش ملموس ياسر تحسوا الشرق لو تسمعوا حتى غربي فما كان جمله العود تقريبا في رأفة الهجان هي اللي تمس بريء تحس فما براءه هو براءة الشكري توظيف الطرف العود هذيك كيفاش جاب الفكره بينك كل احنا الخماده تاع التوزيع هذيك العركه عركه انا نراها عركه وحرب توزيع كبيره صراحه بعد صمتت الناس الكل وحط العود كيفاش معناه قال لك جو سوي لا معناها رانا فزت هذا الكل هاو الشرق شنو ينجم يعطي بصراحه عمل فيزيون هذا هو اللي راه ولات المهم كي ظن الموسيقار الفيلسوف الموسيقار الفيلسوف يخدم على الموسيقى يعني انا الفه برا الموسيقار الفيلسوف يبقى في التاريخ لانه ديما ندرسوا اعماله وفلسفته هذه راهي مهمه راه ان لم يكن فيلسوف بالطبع ما يعطينيش حاجه كبيره من النجاح بالكيفيه ذي ما يكونش انسان عادي انا ريت مثلا في اعمال اخرى عمار الشريعي ريت مثلا في مع
مع مطرب خليجي عمل حاجه توت سويت. سي شكري يعطيك الصحه سي شكري. استحملك الفنان عبد الله الرويش. عبد الله الرويش زيد يعني المقدمه الموسيقيه رهيبه. المقدمه الموسيقيه خلينا نتمتع مع الساده المستمعين نسمع استحملك بصوت عبد الله الرويش. سر كلمات فيها أسرار وألحان فيها أسرار زادة. هذاك علاش في سهرية لحد فيها الأسرار. يعني بلي خمدي عفوا حمار سريع قعدت أنا سي شكري خاطر حسيت فما لمسات من بليغ بصراحة. زلت لسان بالحق معناها جات خاطر ماخذ ياسر من بليغ هو. تو مثلا اولا هو عاصره هو في الليالي سي نور الدين هو خذا الكسوة بتاع مياد الحناوي غنيته ياسر بليغ. مياد ما تنجمش مياد تخرجها من الكسوة ذيك بسهولة معناها يلزمك ديما تعطيها شوية وفيح تاع بليغ باش تقبلك هكا ولا سي نور الدين. والله علي ما انا قلت لك راهو انا اذا كان هو وزع الحب اللي كان اللي هي اشهر غنية وتثبت في شهرة مياد الحناوي هو الموزع نتاعها معناتها هو سرق السنة في الاخر. فوالا 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 صحيت مكسو من كل شيء. دونك عملية التواصل هذا السر به. اي تواصل صح هذا هي المهمة. وبليغ مستعرف قالوا سي بون معناها مادام وصلت مادام عطيتك مش توزع رايعة ما تنساش الحب اللي كان ورايعة حتى كل الموسيقى وكل ما شنو رايعة ما يعجبكش وتلوين وتلوين تسمع زادة تسمع كيما حكينا بكري في رأفة الهجين تسمع حاجة أخرى معناها تسمع يعني عمار الشريعي هانو تسمع نفس النفس في المقدمة الموسيقية فما الجو والعود في مع استحملك فما حاجة ما حكيناش فيها سي نور الدين التراث هل عمار الشريعي تخلى التراث المصري جدد التراث المصري كيفية تعامله طبعا معناها عطينا اللمحة تو الكثير الفنانين فما اللي ابتعد على التراث وعمل طريقه وحده وفما اللي جدد التراث شوية وخلاه معاصر. أين عمار الشريعي في هذا معناها طبعا يعني هو كانت يعني فما أغنية مشهورة في التراث المصري من تلها من كلمات محمود بيرم التونسي وزكريا احمد لحنا زكريا احمد حد جنن يا ناس ما رحتش مصر ولا باريس ما رحتش لندن ولا باريس يحكي معك الاغنيه تحكي هي في هوايه طريفه يعني ما تعرف انت ثنائي رهيب في التاريخ زكريا احمد ومحمود بيرم التونسي يحكي مثلا كيفاش مشى زار لندن وباريس ولقاك التفاوت الحضاري والسلوك نتاع الانسان مختلف وكل شيء. لكن عمار الشريعي سيعود يعني بعد ما يقارب اكثر من 50 سنه بإعادة قراءة جديدة للتراث. وكان ثم فرقة ما نعرفش نقولوا بسد المسامية يعرفوها اللي فيها حنان يعني كانت فيها مجموعة من الفتيات وذكور يعني أسسها هو الفرقة يعني فهمتني واكتسحت جيل الثمانينات وعمل الغنية اسمها الموضة أو الموضات هو الشيح الموضات يحكي فيها موضوعها يقول يوم بعد يوم هذا دقينا موضات ألوفات ألوفات ما تجي يحكي على الموضة سابق العصر مش جيل الموضات ألوفات ألوفات يحكي فيها كيفاش قبل النساء كانت تلبس اليشمك اللي نقولوا احنا اللي هو الغندوز على الغنبوز على النهنة اي اللي تحط لهنا هذا كانت الفرقة اسمها فرقة الأصدقاء وكانت معها فرقة الفوركاتس يعني الموضوع اللي ترقوله ياسر مزيان ويحكيه حتى يعني ترقوا إلى المجتمع المصري كيف تغير من المجتمع تحت السيطرة العثمانية بملابسه يعني يوصف حتى النغم يقول لك معناتها كيفاش كانت الموسيقى قبل على يلالي على العثمانلي معناتها موسيقى عثمانية فهمتني كيفاش الأغنية بقدر ما هي طريفة يعني حافظ على نفس الأسلوب وروح زكريا أحمد ومحمود بيرم التونسي في نقد الواقع الاجتماعي أعادوا بروح جديدة وذاك علاش الأغنية ضربت برشا حتى تو كي تسمعها تعمل عليها بونكيف في كلماتها وفي لحنها كذلك لحن سريع وسلس ممتاز جدا. يعطيك الصحة سي نور الدين سي شكري معناها نجم نقولوا في الاخر هو عمار سريع عبقري من عباقرة الملحنين في الزمن المعاصر. هو من ختم كما حكينا بكري من ختم يعني العنقود الاكابر صحيح هو ختام عنقود الاكابر
فوالا، ان شاء الله نكونوا وفقنا في هذه الحلقه الحديث على الفنان الكبير. نسمعوا الموضات، خليوها مع الساده المستمعين. ان شاء الله الاسبوع القادم نتلقاو في حلقه جديده في سر جديد. سي نور الدين شكرا لك، عيشك على المعلومات، نورتنا بحضورك. سي شكري القداح، بارك الله فيك استاذنا الملحن والفنان. علي شيبي حيكم رأي ميكرو، هذه فحت الاسرار لساريت هل احد. نتلقاو ان شاء الله الاسبوع القادم. تحيه دائما ايمن الليغا وسيف في الاخراج، شكرا لكم، تصبحون على خير. كل غنية وعندها سر، كلمات فيها اسرار والحان فيها اسرار زادة. هذاك علاش في سهرية لحد فيها الاسرار.